السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة لا بوزيتيف. معكم إيمان أنوار تازي، نيوتريسيونيست كوزميتولوج لابورونتين. الوغ فيديو ديال اليوم، هضرنا في الفيديو السابق على لو سيندروم دي زونغل فيغ، وهضرنا على واحد الحالة اللي ولات شائعة بزاف، ان كتلاحظوا ان اللون ديال الاظافر تيتغير وتيولي فيه واحد الخضورة، يعني بعض السيدات، وقلنا الاسباب وقلنا كيفاش تفاداوها. دابا اليوم غادي نهضروا على الاظافر اللي كتولي ضعيفه جدا وهشه، يعني شنو الاسباب اللي يقدروا يخليوا الاظافر، الاسباب الشائعه اللي تقدر تخلي الاظافر هشه بواحد الشكل كبير. الوغ اول سبب هو كثره الغسيل. كاينين بزاف ديال الناس اللي تيكونوا مهووسين بالغسيل، يعني تيكون لدرجه ان تيكون عندهم واحد بحال واحد الوسواس مرضي، اشاك فوا خصها دير شي اكت، خصها تمشي تغسل يديها او يمشي يغسل يديه بالصابون، كل مره خصهم يغسلوا يديهم بالماء والصابون. فهذا كيؤدي الى تضرر ديال الاظافر وحتى اليدين كينشفوا، كيوليو تيوليو اكثر عرضه للاكزيما ومرض امراض جلديه كثيره. راه لاحظتوا في الفتره ديال كورونا ملي بقينا كنغسلوا يدينا بزاف والتعقيم بزاف، وهذا شنو الامراض الجلديه اللي ولاو في اليدين. دونك من ضمن الاسباب، يعني اكثر سبب هو الغسيل بزاف، وعاد الشقاء بزاف. يعني ملي تتكوني تغسلي تتشقاي بزاف في الدار، تتخدمي بلي ديتيرجون بزاف، تتغسلي الماعن بزاف، ف سي نورمال ان الاظافر ديالك غادي يتضروا. فهنا الحل انك ديري القفازات ديال المطبخ، القفازات دوك ملي تبغي تغسلي الماعن تحاولي تولفيهم، وخا صراحه بزاف الناس ما تيقبلوهمش، ما تيجيوش براتيك، ماشي بحال يديك، ولكن سورتو الا كنتي كتلاحظي ان فريمون كيبانوا لك ضفارك راه فريمون بداو كياكلوا العصا، فهنا كتحاولي انك تديري دوك القفازات ملي تشقعي. دونك يبقى هذا هو اكثر سبب اللي كيعطي هذوك الاظافر اللي تيوليو هشه. ورا نتوما تلاحظوا السيدات اللي ما تيشقاوش وهذا، وهذا اظفاراتهم تيكونوا مزيانين. السبب الثاني هو الاظافر الصناعيه، يعني الناس اللي تيركبوا الاظافر الصناعيه بواحد الشكل متكرر، فهذا راه كيهلك الظفر. ما يمكنش الظفر ديالك يبقى اون بونيطا وانت ديما دايره فوق منه شي حاجه، دايره فوق منه واحد الظفر صناعي وخانقه وكاينه واحد لوميديتي، فاذا ما الى ما سي لي با اتاكي بواحد لا باكتيري غيجي اتاكي شي شامبينيون ولا شي حاجه. دونك ديما راه غادي يمرض. دونك طول الكار غادي يوقع له شي حاجه، سينو بعدا غيبدا يتهرس وغادي يضعف وغادي ما يبقى لك فيه والو. ملي كتشوفي كتلقاي راه معسمال ولا بحال هكا، بحال كتشديه وكتاكليه ولا ما شنو كديري له. دونك من اكثر الاسباب شيوعا هما هاد الاظافر الاصطناعيه. ثالث سبب هو المانيكور المتكرر، كتبقاي دائما تمشي تصايبي ظفيراتك دائما. هذاك لو ليماج وداك لو بوليساج، ديك الحكان ديال الاظافر، فمع الوقت طبعا كيادي لك الظفيرات ديالك. السبب كنظن الرابع هو المانيكور، لا ماشي المانيكور، زعما طلاء الاظافر اللي تيكون ديما 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 تتصبغي ظفارك ديما تتصبغي ظفارك، فهو حتى هو، لان كاينين دي 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 سوبستانس اللي كاينين في هاد طلاء الاظافر اللي غادي تضر لك الظفر ديالك، راه ماشي كتغدي، راه سي دي سوبستانس اللي اغلبيه فيهم دي سوبستانس نوسيف. وكاع طلاء الاظافر اللي تيكون فيه نقي شيئا ما، فهو ما تيكونش ما تيرضيش المستهلك، لانه ما تيبقاش مده طويله، دغيا كيتقشر، ما تيعطيش ديك اللمعه، ما تيعجبهمش. دونك باش يكون ثابت، الوان مزيانه، مده طويله تيبقى، ما تيتقشرش دغيا، هذا تحطوا فيه دي سوبستانس كيميك لي فريمون ضارين. عاد من مورا طلاء الاظافر راه كاين لو ديسولفون، عاوتاني شاك فوا خصك انت صبغتي خصك عاوتاني تزولي، فهذا كيضر بواحد الشكل كبير الظفر ديالك. سبب اخر اللي ماشي شائع بزاف، اون فيت ماشي زعما ماشي كل ما لقينا هذا المشكل غنسبوه فيه، ولكن حتى هو يقدر يكون
سبب من ضمن الاسباب هو الانيمي اللي كتكون بسبب سورتو نقص الحديد ولا مشكل ديال كسل الغده الدرقيه. الناس اللي عندهم مشكل ديال كسل الغده الدرقيه يقدر يبان من ضمن الاعراض الاظافر كتولي هشه. والسبب الاخير تقدم في السن، ملي تتكبر السيده ولا تيكبر السيد شويه فالاظافر ديالو تيوليو تيبداو بحال سبالك طبقه فوق طبقه وتيوليو هشين وضعاف بواحد الشكل كبير. الوغ قلنا الاسباب ديال الاظافر اللي كتكون ضعيفه بزاف وهشه، دابا غنقولوا شنو هما الحلول. الحل الاول، بما ان السبب الاكثر شيوع هو كثره الغسيل، دونك الحل الاول هو ما نغسلوش بزاف بشكل ثاني مبالغ فيه. النظافه مستحبه، النظافه من الايمانيه، ولكن ماشي شاك فوا بدا غادي لافابو تغسلي يديك تغسلي يديك. وفي المطبخ كما قلت لكم تستعملوا قفازات باش تحميوا ليديدات ديالكم. المانيكور تحاولوا تعملوا واحد الفتره ما بين كل عنايه بالاظافر، زعما فيها ليماج وبوليساج اللي كيأدي شويه، فماشي دائما مره حاولوا ديروا واحد الفتره ما بين مانيكور ومانيكور، اسباسي فو مانيكور فعلا. وطلاء الاظافر ما ديروش ديما، زعما ماشي الا كان طلاء الاظافر راه ليديداتكم غادي يكونوا زوينين مره وعاد كاينين، راه كاين بعض السيدات اللي تيقول لك مع الصلاه كنحيد وكنزول وكان ما عرفتش كيفاش، ولكن راه طلاء الاظافر وديسولفون، دونك راه كتعرضوا يديكم لبزاف ديال الضرر. دونك انا هادشي اللي تيبان ليا. واخيرا ترطيب ديال الضفيرات، رطبوا لي زونغل ديالنا، شوفوا رطبوهم بزيت بحال زيت الزيتون مزيان ممتاز، بحال زيت الخروع حتى هو ممتاز. سينو تقدروا تستعملوا واحد الكوتون تيج وديروا فيه لافازلين وديروها على ضفاركم. لافازلين انا جيم با انها تكون على الوجه، ما على الضفار ماشي مشكل، ديروها غير على الضفيرات فوالا، لانها كتدير واحد، هي ما تدخلش وبيسكي ما تدخلش، فهي كدير واحد الطبقه عازله تتحمي لكم الاظافر ديالكم. هي ما غتغديش لكم الاظافر، ما هي غير بحال كديري القفازات ليديك، فملي كديري ديك لافازلين كتدير لكم واحد لاكوش اللي تتحمي لكم الاظافر ديالكم، وبالتالي تيبقاو حافظين شويه على الصلابه ديالهم وما تيضعفوش دغيا. دونك فوالا، كان هذا هو الفيديو ديالنا اليوم، خفيف ظريف. حاولت نركز لكم على هاد لي دو فيديو اللي حطيت لكم على واحد جوج مشاكل اللي شائعين جدا في الاظافر، وبغيت باش نيت ننبهكم انه حيت دابا كنشوف بزاف كلشي اللي كتشوفوها مركبه ضفاره، فبغيت غير ننبهكم انا نحاولوا نقصوا شويه باش كومسا نتكيسوا على ضفيراتنا. واخا راه نتوما دوك الضفيرات راه مغطيين، ولكن راه جوسكا كون غتبقاو ديروا مثلا لي فوزونغل، جوسكا كون غتبقاو ديروا ما يجي واحد النهار تبيض في راسك يكونوا اونبونيتا وهذا ما غتلقايهمش. الوغ شكرا على حسن المتابعه ديالكم، نلقاكم على خير فيديو مقبل ان شاء الله. الى ذلك الحين تنقول لكم خليت ليكم الراحه.